مع هولندا ايضا فازت، بينما المنتخب التشيلي نتذكر خروجه من امام البرازيل بركلات ترجيح ايضا. صحيح صحيح، اظن دائما الحظ يكون بجانب فريق الارجنتيني، لكن اظن الان تختلف الظروف. الان التركيز مهم، دور حراس المرمى كبير جدا في مثل المباريات. برافو، قدم بطوله كبيره. هو روميرو نفس الشيء بالنسبه للحارسين، اظن ان الان عندهم دور كبير في 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 يعني التصدي لاحدى الضربات ل ربما مساعدة الزملاء على الفوز بهذا اللقب، والتركيز كذلك من طرف اللاعبين. نعم. كابتن سامي، لا أدري مسكنان متأثر، يخاف ركلات ترجيح أو لن يسدد لأنه مصاب، لا أدري، لكن أنت ماذا تقول الآن قبل أن تلعب ركلات ترجيح؟ بس اختصارا للمباراة، أعتقد أنه تحمل ثلاثي الوسط دياز وفيدال وأرانجيز. نعم. بالإضافة إلى بسجور إيسلا كنوع من سيطروا على المنطقة اللي كان فيها يلعب باستوري وميسي، وهذه المنطقة خطيرة. لكن بالنسبة للمباراة أعتقد تفوق تشيلي واضح في بعض الفترات، ولكن هذا التفوق وهذه الدفعة المعنوية الكبيرة لتشيلي وهذه الروح العالية التي قدمتها، هل لها أثر في ركلات الترجيح؟ في ركلات الترجيح أعتقد أنها مع 50-50. نعم. والحارسين أعتقد لهم دور في المباراة. نعم. إذا ربما أن تشيلي ستصوب أولا إذا أصابت، هذا له فائدة، وإذا أكفت له disadvantage كما يقولون. أذهب إلى الزميل عصام الشوالي وبقية زملاء معلقين أجل ركلات الترجيح وتحديد الفائز بكوبا أمريكا الرابعة والأربعة. شكرا أيمن. ضربات الترجيح التي ستفصل وتكون الحاسمة للتعرف على هوية بطل كوبا أمريكا 2015 في أرضك يا تشيلي. أول كرة فرنانديز، لعب تشيلي ضد روميرو، فرنانديز ضد روميرو، جول جوشيه مرة أخرى، أم فرنانديز جول، كان جول تشيلي 1-0. ملا روح انتصارية في ضرب جزاء باش يقطع عروقه فرنانديز. شوف الكرة وشوف الكرة في السقف، جيبها يا روميرو. 1-0 أرجنتينا. ضرب جزاء ياش رحمة ياش رحمة، ناس تشوت مليح. ليونيل ميسي والكرة انجح في الكوارتوس ضد كولومبيا، 10 اهداف من 46 في المباريات مع الارجنتين كاتب ضربات الجزاء. ميسي ضد كلاوديو برافو الثنائي الكتالوني. انت يا كتالونيا مع من تناصرين؟ من اكيد مع الولد الذهبي، مع الاسطوره ميسي. ميسي يا برافو يعرف وين يشوت، يدرب معاه ويشوت. الان حوت حوت لشكون يمشي يتقدم ميسي، وبرافو جول، جول دي ليونيل، جول دي ليونيل، هدف لهدف، قوموا تسحروا، ميسي عريس. 1-1 أرجنتينا. ملا كورة ملا برافو، يعرفوا مليح يعرفوا مليح، مشالها مشالها بريسك تقريب حط يده عليها ولكن هربت بيه، هربت بيه ورد بالك تهرب بيك. 1-1 الشيلي الأرجنتين، 1-1 يا أوتاميندي. نظرة للسماء، الآن هو أرتورو، الآن هو فيدال، الكينج فيدال، خضرة في طريقه ولا حمرة ستوب؟ حمرة فيها رجة ورجة فيها هزيمة وهزة، يمشي يتقدم بالاروخة ويحط جول، برشا حظ، جول 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 ديل تشيلي، داسونو ديل اروخا. يتصدى روميرو لكن اكبس ايديك، اكبس ايديك يا روميرو، ناقص كالسيوم في صوابع ايديك يا روميرو. هنا روميرو وهنا فيدال وحبته دخلت. 2-1 ما صداش ما وقفهاش روميرو، الضغط على الارجنتين. 2-1 لفريق الدار الشيلي. شوف كانه هدف على طريقة احتفالات بولي. نعم يا ميديل، هو جول، هي سيلفا جول. غونزالو وبرافو وتخوف، غونزالو هيغوين يخوف، برافو غونزالو وتخوف 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 وتخوف، ضيعهم 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 اللي ما يتسماش. غونزالو ضيع الكاس على قلب الضربة الثانية، ما زالت الخواتيم. مش ممكن انفجار في الشيلي، انفجار في الشيلي. لا تتفاجئوا ولا تخشوا، ليس زلزال، ليس زلزال ضرب سانتياغو، انه مدمر، انه جمهور الشيلي، انه وين يا حبيبي، فين وين يا حبيب الملايين،
طايف على الساقيه وكورة شاطة بساقيه كيلومترات حمراء الأولى والأحمر يتقدم 2-1 العشرين. أرانكيز أرانكيز هذه منعرج الكاس، هذه مفصلية بالكاس، هذه كورة سهل برشا أمور الكاس. أرانكيز ولا روميرو يمشي أرانكيز، توقف أرانكيز يمشي أرانكيز حتى جول تريونو تيرسيرو ديل تشيلي 3-1 جول 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 ديلا روخا جول تريونو ديل تشيلي 3-1 يا تشيلي 3-1 يا تشيلي في مجمل المباراة قنابل قنابل صدقني شوتو في قنابل لو تمس الكرة في دي رومير ولا حارس يتحرق. با 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 رانجيس جا بانيجا رد بالك يا بانيجا ابر بانيجا يضيع خلاص 99% برافو كامبيون دي كوبا امريكا قدام الرئيسة يا بانيجا انتوما برئيستكم وما برئيستهم تحيا المرأة الرئيسة تحيا بنات وحواء الكرة لبانيجا ابن ادم ضيعها ضيعها فينيتو 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 كوبا امريكا فينيتو الشيلي كامبيون الشيلي كامبيون لا يا ليو لا لا يا ليو لا لا يا ميسي لا بانيجا وبرافو برافو ميلي برافو جراسي ميلي جراسي الف شكر مليون تريليون شكر ليك برافو يصعد شعب الشيلي قدام الارجنتين 3-1 3-1 اذا جيبوها يربحوها اذا جيبوها يربحوها وبالشيلي يقولوا لهم قوموا تسحروا قوموا تسحروا لا كوبا للمرة الاولى في التاريخ منتخب استاهلها فريق يستحقها بقدم أليكسيس بقدم سانشيز بساقي سانشيز سبعه الكبير 3 سنتي والوسطاني 2 سنتي والصغير 1 سنتي اضرب بالصغير بالوسط بالكبير جيب الرابع 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 شيلي كامبيون دي كوبا امريكا كوبا امريكا للحمراء كوبا امريكا للشيلي كوبا امريكا للشيلي جراندي جراندي شيلي 4-1 سان باولي ارجنتيني ينيب 50 مليون ارجنتيني الليلة بدري مش ممكن مش ممكن ما فماش ما لقاهاش ميسي ما عرفهاش بدأت الافراح يا الشيلي الرئيسة ستعطي الكاس الغالية الشيلي تدخل بالكاس الذهبية كوبا امريكا لا يصدقون انهم فازوا على الترسانة انهم فازوا على المدمرين انهم فازوا على المشاهير انهم فازوا على كبار اللاعبين لميسي لماريا لماسكيرانو الان افهم سر الدموع يا ماسكيرانو قلبك خبيرك قلبك خبيرك الكاس في سانتياغو والفضة مرة اخرى للارجنتين اي لعنة اي صوت طالع اي مسلسل من الاخفاق يتواصل ميسي لا يظفر بلقب كبير مع الارجنتين مع جيل ذهبي وهو لحاله جيل وهو بنفسه جيل وهو في حد ذاته ممثل الجيل الشيلي عريس امريكا اللاتينية للمرة الاولى في التاريخ الشيلي بعد النكسات سان باولي ارجنتيني بكى الارجنتين وحقق اللقب الغالي برافو يعطيه الصحة شاد كرة مهمة ولكن الملعبية شاطت مليح هو تدريب وليس ضربة حدش قالوا عملناها فعلناها الكاس في بلادنا خليناها برشنا جبناها نعم 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 رجال الشيلي يكسبون الارجنتين البارحة خانوك في حرب المالوين واليوم يغدرون بك في ملعب الفوتبول دونت كراي ارجنتينا دونت كراي 4-1 الشيلي بطل القارة نريح ناخذ وقتي نتنفس ونرتاح من بعد نرجع نعبر في البوديوم التاريخي يا الشيلي ابو خالد لك خط ولك كلمة وسانتياغو اليوم على خط الافراح والارجنتين على خط النار من الانتقاد تفضل ابو خالد شكرا لزميلنا عصام الشوالي ولبقية زملاء المعلقين في انتظار تتويج ايضا سنعود اليكم مرة اخرى لكن اقول هنيئا لتشيلي ولجماهيرها ومحبيها مبروك هذا الانتصار حظ اوفر للارجنتين ومشجعيها
الحقيقة أن تشيلي توجت نفسها بجدارة وصنعت تاريخ اليوم. هذا أول لقب في كوبا أمريكا لتشيلي، أول لقب كبير لتشيلي التي سبق لها الحلة الثالثة في كأس العالم 62 في سانتياغو، وهذه المرة تفوز لأول مرة وتصبح ثامن أبطال كوبا أمريكا تاريخيا، بينما الأرجنتين فشلت في معادلة رقم الأوروغواي البطل القياسي لكوبا أمريكا ب 15 لقبا. وهذه طبعا ميشيل باكليت الرئيسة التشيلية تحتفل مع أبناء شعبها بهذا الانتصار. أعتقد الحق أنه انتصار مستحق وأن الكأس ذهبت لمن يستحق بدون أدنى شك. إذا كان أخذنا دورة كاملة حتى بمباراة اليوم، معناها تشيلي كان أفضل من الأرجنتين، لعبت من أجل الكأس من البداية وحتى النفس الأخير، الروح كانت أكثر، الروح كانت أفضل، الطريقة كانت ممتازة جدا، الانتشار في الملعب كان ممتاز جدا، الفرص كانت أكثر بالنسبة للمنتخب تشيلي أكثر من منتخب الأرجنتيني، رغم أنه